هذا الاخ جاي يشيل سكوتراته. من وين جاي اخوي؟ من رفحه والله. درب السلام ان شاء الله بالتوفيق. الله يعطيك العافيه. السلام عليكم، حياكم الله يا اخوان من جديد. اليوم عندنا ترهيم سكوترات، تمام؟ 1 2 3 4 وهذا الخامس. طبعا هذا سكوترات حق شخص يأجر في الحدائق او يستثمر، طبعا من الشمال من رفحة، الله يبارك له يا رب. طبعا البطاريات هذه اصلية، من قبل كانت فيها تجارية وكان يبغى رهم تجارية على اصلية، بس انا قلت له لا، الافضل انك تركب اصلية مع اصلية، ما تركب تجارية مع اصلية. طبعا هذا محمد الان بيفتح له البطارية. بغض النظر عن اللون، اللوح اللي داخل يختلف يا اخوان. هذه اذا كانت فول احيانا تفصل معك، تفصل ليش؟ طبعا لان اللوح هذه اذا حمى يفصل. شفتوا يا اخوان، هذا اللوح المقصود فيه. هذا اللوح. وايضا مع كل سكوتر راح ياخذ شاحن سريع، تمام، عشان يشحنهم بشكل اسرع، لان العادي ياخذ تقريبا 12 ساعة، اما هذا ياخذ تقريبا 4 ساعات. للاسف يا اخوان المنظم طلع تجاري في السكوتر. شوفوا يا جماعه، احنا من قبل كنا نبيع نفس هذه، نفس الشكل من الخارج، لكن من الداخل يختلف، مو نفس هذا المنظم، هذا تجاري، لكن نقول ان شاء الله ما يخترب معه، بنرتبه له ان شاء الله. وهذا اول واحد خلصناه، وهذا اخر واحد خلصناه. هذا الاخ جاي يشيل سكوتراته. من وين جاي اخوي؟ من رفحه والله. درب السلام ان شاء الله بالتوفيق. الله يعطيك العافيه. حياك.